نعم، بالنسبة لحقوق الآدميين، التوبة منها تقتضي استحلالهم منها أو قضاءهم إذا كان الإنسان يعلم أنهم لن يحللوه أو أنهم سيغضبون إذا ذكر لهم ذلك، فيدعو لهم دعاء كثيرا ويتصدق عنهم حتى يعلم أنه قد جازاهم، لأن التوبة لها شروط، منها الإقلاع، وهذا قيل هو حقيقة التوبة، ومنها العزم أن لا يعود، ومنها خروج من الفعل إن كان متلبسا به، ومنها تدارك في الممكن من ذلك. وقد نظمها السيوطي رحمه الله فقال: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم، وشرطها الإقلاع والعزم السنيء أن لا يعود والدراك الممكن. والمعاصي التي يتاب منها ثلاثة: النوع الأول الشرك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، فمن أشرك بالله لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا تاب، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما مع التوبة فقد قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وذلك توبتي لأنه قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمقصود بالانتهاء هنا التوبة. والذنب الثاني هو حقوق العباد، وهي لا تترك، لأن الله غني عن حقوقه والعباد مفتقرون إلى حقوقهم، نعم فلا بد من مسامحتهم أو تحليلهم من ذلك، أو تحليل ورثتهم إذا كانوا ماتوا، أو إعطائهم مقابلا عن ذلك. والذنب الثالث هو ذنب الله، ذنب المعصية التي هي من حق الله المحض، كترك الصلاة أو الطهارة أو تقصير شيء من حقوق الله المحضة، فهذا التوبة فيه بالندم إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء ما فات منه مما يمكن قضاؤه إلى آخره.